بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنحاول نسجل ان شاء الله كارفينج لور 5. المفروض قبل ما تشوف الكارفينج بتاع اللور 5 ده تكون شفت الكارفينج بتاع الابر 4، لان كل الكلام اللي هنتكلم عليه مرتبط شوية بالابر 4، فكتير هنعمل مقارنة. فيفضل انك انت لو انت هتشتغل على الفيديو ده انك انت تبقى فاكر الفيديو بتاع الابر 4 زي ما اتفقنا. اللور 5 ده lower second premolar. دايما زي اي كارفينج بنبدأ بالحاجة المعروفة اللي هي ميد لاين، من فوق ننزل بيه ناحية البكل وناحية اللينجوال، ولسه ما نعرفش مين بكل ومين لينجوال. بعد ما رسمنا الميد لاين بناخد طول الكراون. طول الكراون في كل البريمولرز 8.5، يعني انت لو عملتها 9 محدش هيزعل منك. طيب بعد كده بنبدأ ناخد السلوب. انا عارف ان انا عندي في كل السنان عندي ميزل سلوب وديستال سلوب، دايما الميزل قصير والديستال طويل ما عدا سنة الابر فور اللي احنا خدناها قبل كده. في اللور فايف الدنيا ظريفة قوي، الاتنين سلوبس تقريبا قد بعض والاتنين عند التلت، يعني احنا عارفين في كل البريمولرز ربع يساوي 2، نص يساوي 4، تلت يساوي 3. فاحنا هننزل 3 وناخد خط للناحيتين الميزيال والديسل، كده مفيش فرق بين الميزيال والديسل. على السيرفايكال لاين بناخد المقاس اللي كان اسمه ويث اوف ذا نيك، كان 2.5 و2.5. فوق على الخط ده هناخد 3.5 و3.5، دي مقاسات ثابتة في كل البريمولرز، واوصل بينهم. لما اوصل بينهم يديني شكل الترابيزويد. من الترابيزويد ده نكمل للميد لاين شكل الفانوس بتاعنا. تقريبا هي نفس خطوة الابر فور، كل اللي فيها ان احنا الاتنين السوبس قد بعض. وعلى فكرة بعض الدكاترة لو عملت 2 و3 برضو ما بتفرقش معانا كتثبيت للخطوات. المهم ادي الجزء بتاع الايه، بتاع الروت من 4 ل 6 ملي موازي. نفس الرسمة اللي احنا رسمناها الناحية دي هنلف نرسمها الناحية التانية. ميد لاين ناخد طول الكراون 8.5، لو عملتها 9 مش هزعل منك. ننزل 3 ملي وناخد التو سلوبس بتوع الميزيال والديستال. على السيرفايكال لاين ويث اوف ذا نيك 2.5 و2.5. على خطوط السلوبس ويث اوف ذا كراون 3.5 و3.5، واوصلهم ببعض. عملنا الترابيزويد، نبدأ نوصله فوق عشان نكمل شكل الفانوس بتاع الكاسبيتال. خلاص اتعلمنا ان اي سيرفس بيتقطع على 3 خطوات، اي بلين بيتقطع على 3 خطوات، خط على الرسمه من الناحيه دي وخط قصاده على الرسمه من الناحيه التانيه واللي موصل بينهم في النص. فلو حبينا ان احنا نبدا هنبدا بالخط ده، اديني هقف على اول الكاسب تيب، امشي على الخط بتاعي لحد ما اكمل واخرج بره الشمع. اكمل واخرج بره الايه؟ الشمع. طيب مين الخط اللي قصاد الخط ده؟ اخوه بتاع الناحية التانية. يبقى هلف الشمعة والف سن النايف، وبدل ما كنت بقطع كده هقطع كده، امشي على الخط بتاعي برضو لحد ما اخرج بره الشمعة. طيب قطعت من هنا ومن هنا، نايس. اقطع من النص، ابدأ لير باي لير اقطع جوه الخطوط لحد ما اقرب من الميد لاين بتاعي. انا ما جيتش جنب الخطوط الخارجيه اللي انا اوريدي قطعتها، انا يا دوب بقطع الجزء اللي جوه. طيب انا كده وصلت القرب الايه، الميد لاين بتاعي. احمي البوردر اللي انا كنت ماشي عليه بصباعي من هنا ومن هنا، واقرب بالتأشير لحد ما اوصل للميد لاين. طيب هعمل ايه بعد كده؟ قال لك قبل ما تقطع البلين التاني اللي هو البلين ده لازم تشوف ال3 خطوط بتوعه. يعني ادي خط من هنا، لازم الف الناحيه التانيه والاقي خط من هنا، ولازم الاقي الخط اللي بينهم من النص. انا مش لاقي الخط اللي من النص، يبقى لازم ارجع الخط اللي راح مني، اعلم مكان للسلوب من هنا، الف الشمعه، اعلم مكان للسلوب من هنا، واوصلهم ببعض. ما فوق الخط محرم، انا دايما بقطع من تحت الخط اللي هي قطعه الترابيزويد. همشي على الخط بتاعي من الناحيه دي لحد ما اوصل للسيرفايكال لاين. اوعى تكمل، اخرج.
نفس الكلام اللي انا عملته الناحية دي هعمله من الناحية التانية، هلف الشمع والف سن النايف واشيل من الناحية التانية لحد ما اوصل للسيرفايكال لاين واخرج. شلت من هنا ومن هنا ناقص من النص، واتفقنا واحنا بنشيل من النص انا بغوط لجوه شوية، يعني وانا شايل ما بشيلش فيرتيكال، انا بخش لجوه عشان احقق شرط الايه الترابيزويد، او عشان احافظ على الترابيزويد حتة بحتة لحد ما اقرب من الخط بتاعي. طيب شلت على 3 مرات، السيرفس بتاعي سموث؟ اكيد مش سموث، لازم الف الشمعة احط التب على السيرفايكال لاين، احمي البوردر بصباعي من هنا ومن هنا واعمل سموثنج. طيب اديني كده عملت فلاتنينج للسيرفس وحافظت على الترابيزويد. اخر حتة الجزء بتاع الروت، احنا عارفين ان الجزء بتاع الروت لو انا راسم الخط بتاعي موازي ما بمشيش مع الكراون، لو مشيت مع الكراون هصغر الروت، انا باخد حتة واخرج بيها لبره، باخد حتة واخرج بيها لبره عشان ما بمشيش مع الكراون بتاعي. نفس الكلام الناحية التانية، اخد حتة واخرج بيها لبره من هنا ومن هنا واخيرا من النص. انا ما بحسبكش على الروت فما يفرقش معايا خدت 5 مللي ولا 6 مللي ولا 4 مللي، عايز اعمل سموثنج للسيرفس كله، اشتغل من تحت لفوق قاعدة المرجحة اللي احنا اتكلمنا عليها عشان احافظ على الترابيزويد. مين الخط المهم اللي راح مني في المرحلة دي؟ السيرفايكال لاين، اعلمه من هنا واعلمه من هنا واوصلهم ببعض. يبقى انا كده عندي هنا فلات، هنا فلات، هنا مش ماشية مع الكراون، دي طالعة لبره فلات، والسيرفايكال لاين بتاعي. اهم خطوه في الحته دي ان انا ارجع الخط بتاع السلوث، ما فوق الخط محرم، انا دايما بقطع من تحت الخط. نفس الكلام ده عملته من الناحيه دي هعمله من الناحيه التانية، امشي من هنا لحد ما اخرج بره، الف الشمعة والف سن النايف وامشي من هنا لحد ما اخرج بره، اشيل الجزء بتاعي من النص جوه الخطوط لحد ما اقرب من الايه من الخط بتاعي، احمل بوردر بصباعي من هنا ومن هنا وانضف. اخد بالي ان انا لما انضف يدوب اللي باقي هو خط واحد، مش عايزه اريا، انا عايزه يدوب خط. قبل ما اقطع القطعه التانيه احدد مكان للسلوب من هنا واحدد مكان للسلوب من هنا واوصلهم ببعض. ما فوق الخط محرم، انا هقطع اللي تحت الخط على الرسمه دي لحد ما اوصل للسيرفايكال لاين واخرج، الف الشمعة الف سن النايف وامشي واخرج الجزء اللي من جوه، وانا بدخل ايدي لجوه عشان احقق اطلع الترابيزويد ما بنزلش فيرتيكال، واشيل. حسيت ان السيرفيس بتاعي مش سموث، الف الشمع وده ضروري عشان احافظ على الترابيزويد، احمي البوردر بصباعي من هنا ومن هنا، التب ناحيه السيرفايكال لاين واشتغل بعرض النايف. ما بعملش بريجر وانا بعمل سموثنج عشان ما اعملش كونكافتي. الجزء بتاع الروت زي ما اتفقنا من جوه لبره. اللي راح مني في المرحله دي السيرفايكال لاين، اعلمه من هنا واعلمه من هنا واوصلهم ببعض. طيب انا كده خلصت خطوه البكال واللينجوال، وانا كده برضو مش محدد مين بكل ومين لينجوال ولا مين مين. طيب هنبدا دلوقتي نعمل خطوه تانية اللي هي خطوه الميديال والديستال. خطوه الميديال والديستال زي العاده بتبدا بالميد لاين، ميد لاين طبيعي واخد كل الايه السيرفس اللي ان شاء الله هيبقى ميديال وديستال، وانا برضو مش محدد مين ميديال ومين ديستال. طيب ابدا دلوقتي لازم احدد مين هيبقى بكل ومين هيبقى لينجوال لان الكلام هيختلف، فحدد اي ناحيه منهم لو الاثنين صح واكتب على ناحيه بكل واكتب على ناحيه لينجوال. من ناحيه البكل اطلع ربع طول الكراون، ربع تقريبا يساوي 2، واخد خط. من ناحية اللينجوال أطلع نص طول الكراون،
نص التسعة أربعة ونص تقريبا، وآخد خط. عايز تعملها أربعة ماشي، عايز تعملها تسعة ماشي. أنا عارف يبقى زي ما اتفقنا، واحنا بنقيس ربع طول الكراون بكالي ونص طول الكراون لينجوالي. احنا بنقيس منين؟ من تحت من السيرفايكال لاين، ما بنقيس من فوق. محدش يعمل لي الخطوة دي على ليها علاقة بالسلوب، لا، طول الكراون من اول السيرفايكال لاين لحد اول الشمعة، مش لغاية السلوب. نفس الكلام اللي هعمله الناحية دي، بس خد بالك مش عايز احولال. البكل اوريدي متحدد ربع طول الكراون، واللينجوال اوريدي خلاص بقى متحدد نص طول الكراون. الجمله اللي ايه اللي قطعنا التشغيل عليها، انا عارف ان المفروض الماكسيمم كونفكسي في اللور 5 المفروض عند تلت طول الكراون او جانكشن بتوين الاوكلودال والميدل ثيرد، بس احنا بنعمل دلوقتي خطوات كارفينج بنثبتها عشان خاطر زي الابر 4 وزي اللور 4. يلا بقى هناخد على السيرفايكال لاين ثيكنس اوف ذا نيك 3.5 و3.5. هناخد على خطوط الماكسيمم كونفكسي ثيكنس اوف ذا كراون 4.5 و4.5. بوصل ناقص ان انا اوصل بفوق. احنا اتفقنا ان انا عندي مسافه جديده في الاوكلوزال سيرفيس اسمها انتر كاسبال ديستنس، او المسافه بين الكاسبات. كانت في الابر 4 3 و3 لما كنا بنتكلم على سن ابر، انما كل السنان اللور عندهم حاجه اسمها لينجوال انكلاينيشن، يعني الكراون كله رايح ناحيه اللينجوال، وعشان كده المسافه هتتغير. بدل ما تبقى 3 و3 لا، التقسيمه هتختلف، هتبقى بقلي 2، ولو ملاحظين انا جيت خدتها من فوق خالص، ولينجوالي 4، عشان لما اعمل الاوكلوزال يبقى كله رايح ناحيه اللينجوال. طيب افتكر الخطوه دي ليه ازاي عشان انا بحول؟ قال لك البكل انت طلعت 2 ودخلت 2، اللينجوال انت طلعت 4 ودخلت 4، وهوصل من النقطه دي لحد النقطه دي ستريت لاين بغض النظر عن مكان السلوب. وانا بوصل ستريت لاين مالكش دعوه بمكان السلوب، مالكش دعوه ان السلوب مكسور، مالكش دعوه ان في سيرفس كده وسيرفس كده، انت بتوصل ستريت لاين. يبقى كده زي ما اتفقنا، انا هنا 3.5 و3.5، 4.5 و4.5، ومن فوق 2 و4. نفس الكلام اللي انا عملته الناحيه دي هعمله الناحيه التانيه، برضو 3.5 و3.5، 4.5 و4.5. وريد انا كنت محدد البقل 2 واللينجوال ايه 4. وافكركم اوعى تنسى دي فيتال ميستيك، طلعت 2 دخلت 2، طلعت 4 دخلت 4. ونبدأ نقطع بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها. همشي على الخط بتاعي من هنا اشيل لحد ما اخرج بره الشمع، من الخط اللي قصاد الخط ده الناحية التانية هلف الشمع والف سن النايف واشيل لحد ما اخرج بره الشمع. شلت من هنا ومن هنا، ناقص اشيل من النص. بعد كده هعمل سموثنينج من تحت لفوق، ارجع الخط اللي راح مني، المرة دي اسمه خط السلوب، اعلمه من هنا واعلمه من هنا واوصلهم ببعض عشان اشيل المثلث الصغير ده من هنا، الف في الناحية التانية اشيل المثلث الصغير ده من هنا واشيله من النص. ما فوق الخط محرم، انا بشتغل من تحت الخط كده. لما ابص السنة من الجنب الاقي ان الماكسيمم كونفكس بتاعتها في مكانها عند ربع طول الكراون. الجزء بتاع الروت زي ما اتفقنا باخده من جوه لبره عشان ما بوظش شكل الروت. انا مش هحاسبك على الروت، بس برضه عشان شكله ما يبقاش بايظ. عايز تنضف الحته دي من تحت لفوق ماشي، عايز تحمي البوردر من هنا ومن هنا، التب على السيرفايكال لاين وتنضف الايه
في الاريا دي اللي تحت الخط ماشي. المهم لما تبص لها من الجنب لازم الماكسيمم كونفكسي تبقى مظبوطه قصاد الخط اللي انت اوريدي كنت ايه كنت رسم. نفس الكلام اللي انا عملته الناحيه دي هعمله الناحيه التانية، همشي على الخط بتاعي من هنا لحد ما اخرج بره، الف الشمع والف النايف، امشي على الخط بتاعي لحد ما اخرج بره، اشيل من النص، احمي البوردر بتاعي وانضف، ارجع مكان الاسلوب المره دي عند نص طول الكراون، ما فوق الخط محرم، انا بشيل من اللي تحت الخط المثلث الصغير اللي من هنا لحد السيرفايكال لاين، الف المثلث الصغير اللي من هنا لحد السيرفايكال لاين، والمثلث اللي من النص على الخط بتاعي. لما اوصلها من الجنب الاقي الماكسيمم كونفكس بتاعتي محترمه في مكانها في نفس الخط الليفل الخط اللي انا رسمه، الجزء بتاع الروت من جوه لبره. طيب انا كده عملت الخطوه التانيه اللي هي ميديال وديستال. تعالى نعمل الخطوه الشهيره اللي بتتعمل في كل البريمولرز اللي بعد كده اللي اسمها باكل ريتش، اسمها باكل ريتش. نفس الكلام اللي احنا عملناه في الابر فور، بنعمل نقط الباكل ريتش على الميديال والديستال، الميد لاين بتاعها على نص الباكل سيرفس، يبقى من اول السيرفايكال ريتش لحد الكاسب تيب ارسم خط خفيف قوي، لان هو ده اللي انا عايزه عالي، هو ده اللي انا عايزه عالي. اخش من ناحيه الميديال والديستال، اخش من الاوتر سيرفس ملي، اوصله فوق بالكاسب تيب وتحت لحد السيرفايكال ريدج وليس السيرفايكال لاين، السيرفايكال ريدج وليس السيرفايكال لاين، واشيل المثلث ده امشي عليه ما تقطعش خط مش شايفه لحد ما اخرج بره. طب لما مشيت عليه ما وصلتش للميد لاين، قال لك كمل بالتأشير من فوق السيرفايكال ريدج. نفس الكلام اللي انا عملته الناحيه دي هعمله الناحيه التانية، هلف الشمعه احط ملي على بعد ايه ملي من الاوتر سيرفيس باكل، كاسب تيب سيرفايكال ريدج وليس السيرفايكال لاين، واشيل المثلث ده ما وصلتش للميد لاين، كمل بالتأشير. طيب شلت ملي من هنا وشلت ملي من هنا، يبقى الميد لاين ده بقى هو اللي عالي اللي هو اسمه باكل ريتش. طيب المفروض في الابر فور كنا بنعمل لينجوال كونفرجنز، لا احنا لور 5 3 كاست تايب مفيش لينجوال كونفرجنز، يبقى مش هنخش على خطوه اللينجوال كونفرجنز، احنا هنخش على الاوكلوزال على طول. قبل ما اخش على الاوكلوزال لازم اعمل خطوه مهمه جدا جدا اسمها راونديشن. يعني ايه راونديشن؟ يعني لكل اللاين انجل بلف عليها وعلى السيرفيسز اشيل كل الخطوط واشيل الشاربنس اوف لاين انجل. يا دكتور ده احنا كده هنبوظها، لا خفيف مش بس على السيرفيس، ده انت كمان اللي اهم من السيرفيس اللاين انجل، ادور السن عشان تبقى مور نورمال. كل الكلام ده من تحت لفوق عشان احافظ على الايه الاوكلوزال وشكل الترابيزويد. طيب مين بقى الخط اللي راح مني بعد ما عملت الموضوع ده بس انا لسه محتاجه؟ السيرفايكال لاين. ده السيرفايكال لاين الحقيقي ولا التخيلي؟ ده السيرفايكال لاين التخيلي، لسه الحقيقي ما عملناهوش. انا كده جاهز ان انا اخش على الايه على الاوكلوزال. طيب ده منظر الاوكلوزال بتاعي، بقى عندي سكوير شيب 8 من فوق ريبريزنتنج الباكر ريتش، وادي بقيه الاوكلوزال سيرفيس. في خط فاصل اتنين باكلي واربعة لينجوالي، الخط ده انا محتاجه؟ لا مش محتاجه، لان الخط ده ما ينفعش اشتغل عليه. خلاص نضفه شيله واعمل ميد لاين جديد تقسمته في النص تلاتة وتلاتة عشان ده اللي احنا هنشتغل عليه. يفصل لي الاوكلوزال سيرفيس لنصين قد بعض. خلاص تمام. يلا بقى الاوكلوزال كنا بنشتغل فيه ازاي؟ مشهور
اوعى تشتغل من ناحيه الباكالولينجوال، احنا بنشتغل في الكوزا من ناحيه الميزيال والديستال. كنا بنسيب ملي من الاوتر سيرفيس ميزيالي وارسم خط، خط تقريبا طوله 3 ملي، اسيب من الديستال اوت لاين ملي وارسم خط، خط تقريبا طوله 3 ملي، بنوصل بعد كده البعيد بالبعيد، يعني طرف الخط اللينجوال بالكاسب تب البكر، وطرف الخط البكر بالكاسب تب اللينجوال، اللي هي رسمة الفيونكة اللي احنا متعودين عليها. رسمة الفيونكة اللي كان فيها 4 مثلثات بنفس الطريقة. بعد كده بشيل المثلث اللي ميزيال وديستال الايه للملي ده اللي ريبريزنتنج تريانجولار فوس، اتفقنا ان احنا بنشيلها بسن النايف اللي ما وقعتش على بوزها اللي مش متنية، بنخش في السنة ادي المنظر الجانبي 45 درجة، لا هي زيرو ولا هي 90، انا بخش 45 درجة في نص المثلث، بسيب الملي اهو بتاع الايه الملي بتاع المارجنال ريتش، اغز الشمعة واطلع لفوق. نفس الكلام الناحية التانية 45 درجة، اغز الشمعة واطلع لفوق. كده انا شلت المثلثين اللي ريبريزنتنج تو تراينجلر فورس. يلا بقى هنشيل المثلثين اللي في الوش اللي بنسميهم الفي نوتش، ودي اتفقنا ان احنا بنعملها بعرض النايف. عرض النايف مينينج الحته اللي ستريت من النايف مش الحته المدوره. بعرض النايف هشتغل، هحط السنه بتاعتي واشيل اغوط انزل، انا ده المنظر الجانبي، انا هنزل كده وانزل كده، هنزل كده من الناحية دي والف وانزل كده من الناحية دي عشان اعمل في شيب. يلا بعرض النايف من اول الكاسب تيب اشيل لحد ما انزل في النص وارجع، الف الشمعة من اول الباكل كاسب تيب اشيل الاقي النصين طلعوا معايا، فصلوا لي الباكال كاسب عن اللينجوال كاسب. الباكال كاسب عن الايه؟ عن اللينجوال كاسب. طيب جميل، سوري يا دكتور بس في مشكلة، السنة دي ماهيش ايه؟ ماهيش كاسبين، دول 3 كاسبات، واحد باكال اديك فصلته، ناقص انك تفصل مين؟ الاتنين اللينجوال. طب وانت محدد مين ميزيال ومين ديستال؟ لا، يبقى الاول لازم احدد مين هيبقى ميزيال ومين هيبقى ديستال، الا الناس اللي كانت شغاله على السلوبس بتاعت 2 و3 اوريدي هتبقى كاتبه مين ميزيال ومين ديستال. طيب انا عايز افصل الكاسبات بقى ميزيو لينجوال وديستو لينجوال، الكلام ده كله على اني سيرفيس؟ على اللينجوال سيرفيس. بشوف من اول الاوكلوزال اسيب ميزيالي تلتين وديستال تلت واخد خط. طب اعرف موضوع التلتين والتلت دي منين؟ قال لك لو ده النص روح ناحيه الديستال ملي وخد خط من نص الاوكلوزال سيرفيس لينجوال لحد اخر السيرفيس، الخط ده هيبقى ريبريزنتنج ايه؟ قال لك ريبريزنتنج اللينجوال جروف اللي بيفصل الايه؟ التو لينجوال جروف. طيب انا عايز الخط ده يتحول لشكل في عشان يفصل لي الكاسبين، انا كده لسه ما عرفتش افصل. قال لك بالراحه، فاكر سن النايف؟ سن النايف برضو كان على شكل مثلث، حط سن النايف على اول الخط في نص الاوكلوزال سيرفيس. انت اللي انت شايفه في وشك ده البكر ماليش دعوه بيه، انا هروح ناحيه اللينجوال هحط على اول الخط وامشي كده لحد ما الشمع يخرج بره. طيب بحطها ازاي؟ قال لك الشمعة اهي والنايف اهي، الشمعة والنايف as one line، يعني ما تشتغلش كده ما تشتغلش كده، الشمعة والنايف كأنها على خط ايه؟ على خط واحد. وادي اهو حطيت اول الشمعة على الخط، واديني اهو هخرج لبره هشيل لحد ما الشمع يخرج من اللينجوال سيرفيس.
اللي انا شيلته ده لما ابص له من اللينجوال سيرفيس الاقيه عمل لي في شيب، فصلت لي ميزو لينجوال تلتين وديستو لينجوال تلت كده. حلو، تعالى بقى نعمل الايه، الكاسبات. نفس قاعدة الكاسبات اللي احنا ايه اتفقنا عليها، انا سبت النايف ومسكت الكارفر الرفيعة، سواء كانت الكارفر دي او الكارفر دي مش فارقة. طيب قاعدة عمل الكاسبات نمرة واحد، اعمل ميد لاين، اعمل ميد لاين لكل كاسب ميد لاين. نمرة اتنين، هتاكل من هنا وهتاكل من هنا بحيث ان التيب اوف ذا كارفر يا تبدأ جوه فصة يا تنتهي جوه فصة. طيب في الابر فور انا ما كانش عندي غير فصتين، الميديال والديستال ترانجلر فص. في اللور فايف قال لك لا، انت عندك ميديال وديستال ترانجلر فص، وفي في النص حاجة اسمها سنترال فص. تعالى نبدأ البكر اللي احنا متعودين نعمله. اديني اهو رسمت ميد لاين من اول البكر ايه كاسب تب لحد نص الاوكلوزال سيرفيس. الميد لاين اهو، هبدأ اكل من عالي الواطي 45 درجة، من عالي الواطي شمع يمين الميد لاين بحيث ان التيب اوف ذا كارفر تنزل جوه الفصة اللي اسمها تريانجولار فص. يبقى انا كده كلت شمع يمين الميد لاين او اكشوالي ديستالي للميد لاين. طيب عايز اكل الناحية التانية، اكل كده لا كده كده التب مش نازل جوه الفرصه، تبوظ المارجنال ريتش. خلاص لف الشمعه ولف سن النايف، وهتاكل المره دي كده من عالي الواطي لحد التب ما تنزل جوه الايه، جوه التراينجلر فورس. بقى الميد لاين هو اللي عالي، وسلوب من هنا وسلوب من هنا، وانا باكل ما لمستش الباكل سيرفيس، محدش ياكل جزء من الباكر سيرفيس وهو بيعمل الكاسبوت. يبقى تاني من عالي لواطي، لفيت الناحية التانية من عالي لواطي. لا يا دكتور دي طريقة صعبة قوي. قال لا خلاص جرب الطريقة التانية، حط التب جوه الفصة واطلع لبره. يبقى انا حطيت التب جوه الفصة الناحية اللي ما بتقطعش ناحية المارجنال ريدج عشان ما بوظوش، وشلت من هنا، هلف الشمعة والف النايف، احط التب جوه الفصة واشيل اللي بره. ايهما تعجبك اشتغل بيها، المهم ابص للاوكلوزال الاقي الميد لاين بقى هو اللي عالي واسلوب من هنا واسلوب من هنا. طيب الكاسبين اللي من التانيين، قال لك يا دكتور ما هم معمولين اهو وشكلهم معمول. لا ده دي الفصلة بتاع الفي نوتش، احنا محتاجين لو ده الميزيولينجوال اعمل له ميد لاين، بغض النظر ان الميد لاين ده بقى فيه حتة جنبه عالية وحتة جنبه واطية، مالكش دعوة. وشيل من عالي الواطي جنب الميد لاين ده لحد ما تنزل جوه الفصل، بس المرة دي اسمها سنترال فصل. هلف الشمعة والف سن النايف واشيل شمال الميد لاين لحد التب تنزل جوه الفصة اللي هي اسمها تريانجلر فص. يبقى انا برضو عملت ميد لاين، كلت سلوب وسلوب، ناقص الكسب مين؟ الديستولينجول. لو انت ما بتعرفش الشغل قوي سيبه، لان انا الاقي كسب موجود بس مش معمول ارحم الف مرة من ان انا الاقيه متاكل. طيب بعمله ازاي؟ قال لك برضه نفس الكلام، ميد لاين خفيف في نص، هاكل شمع يمين الميد لاين لحد التب ما تنزل جوه السنترال فص، الف الشمع والف النايف واشيل شمال الميد لاين لحد التب ما تنزل جوه الفص. او نفس الكلام بالطريقه التانيه، ادي التب جوه التراينجلر فص واكل لبره كده، الف الشمعة والف سن النايف، التب جوه الفصة واكل كده. نفس الكلام للكسب ده، من هنا ومن هنا. كده بقى عندي تلات كسبات، كل كسب ليه ميد لاين
ميد لاين ميد لاين، هنا في فصة وفصة، وفي النص حاجة اسمها ايه؟ سنترال فصة. عايز توضح يا سيدي الفي الواي شيب ديفلوبمنتال جروف، امشي على السنترال ديفلوبمنتال جروف من هنا ومن هنا والواي شيب، وانزل بيه كمان على اللينجوال سيرفس عشان تعمل لينجوال ديفلوبمنتال جروف. لقيت شمع زيادة نضفه من جوه لبره كأنك بتعمل كاسبوت. يبقى احنا كده عملنا الاوكلوزال بتاع اللور 5. ناقص ايه؟ ولا حاجة، ناقص السيرفايكال لاين اللي انت عارفه ميديالي ملي، وارسم ساد فيس. ديستالي هبابة، وارسم ساد فيس، واكمل ايه؟ سمايلي فيس على البكل واللينجوال، واكل شمع تحت السيرفايكال لاين داير ما يدور لير على حساب الروت. الشراب زي ما انتم متعودين كنا بنربط الشراب عشان يبقى الحتة بتاعته دي ايه؟ ستريت، واحط الايه؟ الشمعة بتاعتي واسندها بصباعي عشان ما تتكسرش، والف عليها على اللاين انجل الجزء بتاع السيرفايكال لاين داير ما يدور، عشان الجزء بتاع السيرفايكال لاين يتعمل. الجزء بتاع السيرفايكال لاين اتعمل، اربط الشراب على ايدك كأن الشراب وايدك حتة واحدة، وانت عامل سبورت بايدك التانية، اشتغل من ايه؟ من تحت لفوق على السيرفس، اللاين انجل بتوين السيرفسز، السيرفسز اللاين انجل، لاين انجل داير ما يدور. طيب الاوكلودال ما بلمسوش بالشراب، يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي لور 5 3 كاست. طيب شكرا.